السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم معي اليوم في حصة جديدة من حصص مادة الرياضيات مستوى السنة الأولى بكالوريا شعب العلمية. دونك أول درس كما تعلمون شيخ زلاف سي لاروجيك. لاروجيك هو أول درس تشوفوه في السنة الأولى بكالوريا. دونك اليوم إن شاء الله في هذه الحصة غادي نهتموا بلاروجيك، غادي نحاول نديروا البارتي 1، غنحاولوا نجزءوا هاد لاروجيك الى جزئين او ثلاث اجزاء. دونك الجزء الاول يعني بارتي 1 غادي نخصوها لهذا الشيء اللي غادي تشوفوا معايا في هذه الحصه ان شاء الله. دونك اول حاجه خاصكم تعرفوها في هذا اللوجيك هو ان الدرس هذا تاثر جميع الدروس في الرياضي، يعني هذا الدرس هذا تيحاول يعطينا واحد تفكير اللي هو يكون لوجيك، تفكير اللي هو منطقي، تفكير مبني على مجموعة من التقنيات اللي تتستند على قواعد وخاصيات وفرا اللي تتجتمع كلها وتتكون لنا براهين اللي هي معقلنا فرا اللي تتقبل العقل البشري بطبيعة الحال. دونك هاد لوجيك غادي الله يرضى عليكم غادي كاع هادشي اللي غادي تشوفوه في الدرس غادي تحاولوا من بعد غادي تحاولوا توظفوا في جميع الدروس، لانه هاد الدرس هذا جا غير باش ياثر لينا البراهين ديالنا اللي مارفين نستعملوها، وغادي يزيدنا واحد المجموعه ديال البراهين اللي غادي نشوفوها خلال هاد السنه هذا في هاد الدرس اللي غادي تفيدنا في البرهنه ويان لا ديمونستراسيون في كيلكو كيسيون اللي تحتاج انه نشوفوا او نتعرفوا على براهين جديده. دونك على بركه الله نبداو هذا الدرس هذا هذا لو شابيتر. دونك لا بروميير شوز غادي نعرفوا شنو هي لا بروبوزيسيون. لا بروبوزيسيون فوالا. دونك سي كوا لا بروبوزيسيون؟ لا بروبوزيسيون تو سامبلومون الى جينا نهضروا على واحد نعطوا واحد ديفينيسيون، la proposition est un énoncé qui peut être vrai ou faux. Est un énoncé, la proposition est un énoncé, ou bien on peut dire est une phrase, d'accord, est un énoncé qui peut être vrai ou faux. D'accord ? Ou là, il y a la proposition est une phrase qui peut être vraie ou fausse. D'accord ? Parfois, de la proposition, parfois, tu as le cadre de l'assertion. C'est la même chose. Il met un goût assertion ou la proposition. D'accord ? Très bien. Alors, je donne des exemples. Voilà. Exemple. Voilà. À des exemples. واحد الحاجة أخرى الله يرضى عليكم خاصكم تعرفوها بالنسبة لا بروبوزيسيون. ديما ترمزوا ليها يعني هاد لاسيرسيون ولا بيان هاد الفخاز ولا هاد لينونسي عندنا الحق نرمزوا ليها بحروف برموز باستعمال لي لاتر ماجيسكول يعني الحروف الكبيرة. مثلا ناخذ نعطي اكزامبل ديال واحد البروبوزيسيون راسين 3 اي تان نومبر بوزيتيف. اون سي كو راسين 3 سي تان نومبر بوزيتيف، لي راسين كاري توجور سو سون دي نومبر بوزيتيف. دونك هادي سي اون بروبوزيسيون كي اي فري. داكور، هاد بروبوزيسيون عندي الحق نسميها غران بي. لا بليبار دو طون تنستعملو هاد الرمز بي. يمكن لينا نستعملو كي، يمكن لينا نستعملو ار، يمكن لينا نستعملو كاع لي لاتر، غير هو من الأحسن نكتبوهم أون ماجيسكول. داكوغ، دونك هاد بروبوزيسيون هادي تنسميها لا بروبوزيسيون بي. داكوغ، لي هي شناهي؟ غاسين 3 إتا نون بوزيتيف، وقلنا أن هاد بروبوزيسيون راه إلي إلي فري. داكوغ، ناخذ d'autres propositions اللي نقدر نسميها باغ اكزومبل ار، غون ار، بحالاش مثلا نقدر نقول 5
plus 2 égale à 7. C'est une proposition. On a une égalité. Il fait la somme. On dit la somme. بالنسبة لهذه البروبوزيسيون سي تي بروبوزيسيون كي جوست يعني كي فري فوالا ناخذ دوطخ بروبوزيسيون باغ اكزومبل نسمي باغ اكزومبل كي نقدر نكتب مثلا بور تو اكس ابارتيان ار اكس او كاري اي سوبيريور ستريكتمون زيرو. Voilà. هذه سي تي بروبوزيسيون و تنعرفوا ان نيمبورت كي نومبر ريال لو كاري ديالو راه ديما راه بوزيتيف دونك هادي راه سي تي بروبريتي كاع لي بروبريتي سو سون دي بروبوزيسيون كي سون فري داكور لي تيورام سو سون دي بروبوزيسيون كي سون فري دونك بور تو اكس ابارتيان ا اكس او كاري سي بيغ ايغال ا زيرو دونك هادي راه الي الي فري. Narto d'autres, par exemple, grand S, 7, il est supérieur à 8. C'est une proposition, il y a des inégalités, il y a des inégalités, il y a proposition. Donc, cette proposition, elle est qui est là, elle est fausse. D'accord? On a une vraie, 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 mais elle est fausse. Proposition, la machine est énoncée, est toujours vrai. D'accord, faux. Très bien. Remarque 2, on a la valeur de vérité. Valeur de vérité. Il y en a parfois, il y a une valeur de vérité d'une proposition. Je ne mets pas la valeur de vérité d'une proposition. On a de façon très brève. انه ملي تيقول لي الفالور دو فيريتي ديال شي بروبوزيسيون يعني تيقول لي واش هذيك البروبوزيسيون واش فري او فو. اذا انا مثلا او فوس فوالا دونك ملي تيقول لي ديتيرمين لا فالور دو فيريتي ديون بروبوزيسيون ساف دير دير كي لي فري او فوس داكور. بارفوا نقدروا تلقاو في دو تري اكزيرسيس لا فيراسيتي لا فيرا سيتي. دونك الا قال لي يعطيني لا فيراسيتي ديال واحد البروبوزيسيون راه سا فو دير قول لي واش هذيك العربي تنقولوا صحه عباره يعني هنا تيكون سؤال يعني واش هذيك البروبوزيسيون واش فري ولا فوس. دونك توجور الا قال لي يعطيني الفالور دو فيريتي ولا لا فيراسيتي راه هنا تيطلب مني نحدد الصحه ديال هذيك البروبوزيسيون سا فو دير واش فري ولا فوس. D'accord, très bien. Maintenant, je passe à une autre chose. Donc, radimchi, deuxième chose. Liechnaya. Radinadar est là. Table de vérité. Table de vérité. Hada. Radinadar, je vous l'ai dit. D'une proposition. Tabelle. D'une proposition. Très bien. الطابل دو فيريتي تيكون واحد الطابل عادي دونك هو فينا هو ناخذ واحد البروبوزيسيون كيف ما بغات تكون بروبوزيسيون باش ترمزوا ليها ترمزوا لها بي 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 باغ ديفينيسيون شنو نقولوا على البروبوزيسيون تقدر تكون فري ولا فوس. دونك الطابل دو فيريتي تيعطينا لي فالور بوسيبل لو فالور دو فيريتي بوسيبل ديال واحد البروبوزيسيون اون بروبوزيسيون شنو لي فالور بوسيبل ديال فالور دو فيريتي ديالها soit être une fausse ou la vraie, c'est par définition. Donc, on a bien sûr n'importe quelle proposition, il me rend compte qu'on est vrai, ça rend du lab VAC, ou la rend compte fausse, ça rend du lab FAC. La table est une table de vérité de la proposition P. D'accord? Il me rend compte que tu es un peu plus de la frac. Tendir P. غير او ليو باش نكتب في تندير واحد واحد تتعني فغي او ليو باش ندير اف تنكتب زيرو زيرو تتعني فو. داكور بروبوزيسيون ملي تقول لي طابل دو فيريتي يعني تيقول لي اعطيني
Les valeurs de vérité dialectique proposition. Proposition par définition, soit il met qu'on vrai ou la fausse. L'étape اللي غادي نشوفو ان شاء الله من بعد غادي نحاولو او ليو باش نستعملو هاد في و اف غنقولو نستعملو واحد و زيرو داكوغ واحد تتعني فري و زيرو تتعني فوس تخي بيان من بعد في لي باراغراف الاخرين غنقولو نستعملو غير واحد و زيرو او ليو دو ديتيليزي في اف تخوازيام شوز هنا غادي نهضرو على لي كونتيفيكاتور لي كون Quantificateur. Très bien. Je nomme des quantificateurs. Ad les quantificateurs, c'est dans le fond. Qu'il y a deux quantificateurs. Qu'il y a un quantificateur, je nous t'en semis. T'en semis le quantificateur universel. Le quantificateur universel. Les ouad am globe. Je nous t'en semis le quantificateur. T'en semis. Pour tout ou bien quel que soit quel que soit l'arabie tu en goûte mais mais y'a qu'un ou les coulis donc à l'heure de ramzad quand c'est mis un quantificateur universel qui fait t'en crois à l'âge que l'imma pour tout ou quel que soit à dire t'en s'aime le bzaf كيلك سوا راه بالعربيه مهما يكون تري بيان وكاين واحد الكونتيفيكاتور اخر يعني واحد السامبول اخر اللي تنسميه كونتيفيكاتور وفي هذه الحاله كنسموه كونتيفيكاتور اكزيستونسييل هذا لو سامبول داير بحال او ولكن مقلوبه للجهه الاخرى صادر للجهه الاخرى هذا شنو تيتقرا هذا تيتقرا ال اكزيست او بيان نقدروا نلقاو كي تكتب Il existe au moins, mais il existe, ou là, il existe au moins. D'accord? On a donné des exemples, là, des quantificateurs. Donc, en général, on a deux quantificateurs. Le quantificateur universel, le quantificateur existentiel, le hôtel. Tout le monde a un quantificateur, c'est existentiel, mais l'existence unique, c'est qu'on a un échelle. Bhalada, voilà qu'un chouti de zed à la drame, c'est de zed à l'île, ou un point d'exclamation, à la mette à jour. À deux symboles, qui fait chier de kra? Tetra, il existe, mais l'existence, mais si bhalada, l'existence n'est pas unique, il existe au moins. Là, il existe un unique. D'accord? Il existe un unique. Très bien. Alors, je vous donne des exemples. Exemple. Donc, faites des exemples, je n'aurai des notes. Par exemple, on a des propositions. Là, c'est bien, par exemple. Parfois, les propositions, quand on se met P, il a besoin de s'améliorer le harf matin P. Quand on se met P1, P2, P3, proposition P1, proposition P2, etc. Donc, proposition P1, on a des notes de propositions, par exemple, quelle que soit la proposition. Voilà, voilà cette proposition. Je vais te traiter de proposition. Quel que soit x appartient à R, racine x au carré égale à la valeur absolue de x. C'est-à-dire que la cartouche chauffe 5e année. C'est-à-dire qu'aïda. Puisque qu'aïda, donc la proposition est toujours vraie. Dime la racine de x au carré, dime qui sert le prix, même mutlaqa, la valeur absolue de x. D'accord? Très bien. Je passe à un autre exemple. C'est bien une autre proposition P2. Je n'aurai pas dénaté. Il existe. M appartient Z. Tel que 2 plus M égale à
égale à 1. Donc, انا ما تهمنيش شنو البروبوزيسيون واش فري ولا فو، انا تهمني هو نعرف نستعمل هاد لي كونتيفيكاتور. دونك كيفاش غادي نقرا هاد الكتاب هذا؟ il existe un m appartient à z, il existe un m appartient à z tel que 2 plus m égale à 1. شنو تنقصد هنايا؟ انه كاين واحد العدد اللي هو un nombre entier relatif à z à l'ensemble des entiers relatifs اللي فيهم لي زونتي بوزيتيف و لي زونتي نيجاتيف. كيتوجد واحد النومبر انتي ريلاتيف اللي غادي يحقق ليا كي فيريفي هاد لي هاد لي غاليتي. هاد لي غاليتي راه معادله دي ايكواسيون، سافو دير انه كيتوجد واحد العدد اللي غادي يكون حل هاد المعادله. هذا هو المعنى ديال هاد البروبوزيسيون. داكور، دونك كيفاش تنقراها؟ il existe un nombre n appartient z tel que دو بوان. تنقدروا قراوها تل كو، اما تلقاو دو بوان ولا تلقاو تلقاو هاك، غادي تاهي تنقراوها تيركو، داكو، إما دو بوان، ولا تتلقاو بحالك هاك، داكو، تخي بيان، فوالا، دونك، ميتنو، جو باس أن إكزيرسيس، تخي بيان، دونك غناخدو واحد ليكزيرسيس، شنو غندير في هاد ليكزيرسيس؟ غادي نحاولو نعطو إكخيغ لي بروبوزيسيون سيفون أن إتيليزون لي كونتيفيكاتور. Écrire en utilisant les quantificateurs. Maintenant, je vais vous donner la proposition Lula. P1. Le carré d'un nombre réel. Est un nombre négatif. P2, l'équation x au carré moins 5 égale à 0 admet une solution réel. OP3 pour tout entier naturel n. Le nombre un facteur n plus 1 sur 2 est un nombre, bien est un entier, est un entier naturel. Et P4, il existe un réel plus petit que tous les réels. Voilà, ça suffit. Qu'il y en a leur formulaire. Dire la réponse. Très bien. Donc, nous avons deux. Ici, on a le carré. Voilà. Très bien. P1. Le carré d'un nombre réel est un nombre négatif. Je nous ai fait la question. Écrire les propositions en utilisant les quantificateurs. D'une autre façon, je vais vous donner un album. Je vais vous donner les quantificateurs. Je vais vous donner un album. Je vais vous donner des phrases, je vais vous donner des mots. يعني خصني نكتب واحد هاد البروبوزيسيون نكتبها سو فورم دي سامبول ودي دي نمبر، ما يبقاش تبان ليا شي كلمه هنايا. سي بوسيبل داكور. لو كاي دان نمبر ريال اي تان نمبر نيجاتيف. نقدر نجي نكتبها على هاد الشكل هذا. ك
quel que soit x appartient à R, le carré de la donc le nombre réel, on tient que x appartient à R, donc ça veut dire que x est un nombre réel. Le carré de la donc le nombre qui est le nombre réel, c'est un nombre négatif. Ça veut dire inférieur ou égal à 0. Et le cas où x est égal à 0, donc 0 c'est un nombre négatif et positif. Donc x au carré sera 0, ça veut dire x au carré, le carré de x, c'est un nombre négatif. On va dire proposition 1. Proposition 2. L'équation x au carré moins 5 égale à 0, admet une solution réelle. Donc, je ne vais pas dire ça. Qu'est-ce qu'on a dit en utilisant des symboles, bien des quantificateurs. L'équation x au carré moins 5 à 0 admet une solution. Donc, ça veut dire qu'il existe une solution. Donc, un stamel d'existence. Il existe un x, solution réelle. Donc, ça veut dire x appartient à R. Tel que quoi? Had le nombre, il vérifie cette équation. Tel que x au carré moins 5 égale à 0. Tout simplement. A dit P2. Mettons que il existe un x appartient à x au carré moins 5 égale à 0. Ça veut dire qu'il a de l'équation, il admet au moins une solution dans R. Il admet au moins une solution dans R. D'accord? P3. Pour tout entier naturel M, le nombre M facteur M plus 1 sur 2 est un entier. Est un entier, je vais écrire, c'est un entier pair. D'accord? Voilà. Pour tout entier naturel M, le nombre M facteur M plus 1 est un entier. Est un entier naturel. Donc, c'est juste, c'est un entier naturel. Je vais écrire naturel. C'est bon. D'accord? Voilà. Très bien. Donc, concernant P3, pour tout entier naturel M, le nombre M facteur M plus 1 sur 2 est un entier naturel. Analytique M, c'est pas chou, mais c'est bon. Analytique M, ou les phrases, j'en dis en mots si possible, en utilisant les quantificateurs. Pour tout entier naturel M, quand j'ai dit que, quel que soit M, appartient à l'ensemble des entiers naturels, il y a le grand N. D'accord? On a quoi? Le nombre M facteur M plus 1 sur 2. Pour tout N appartient à N, M facteur M plus 1 sur 2, est un entier naturel. Ça veut dire que le nombre, c'est un entier naturel. Ça veut dire appartient aussi à N. Quel que soit M appartient à N, le nombre, il est aussi appartient à N. D'accord? Je passe à P4. Il existe un réel plus petit que tous les réels. Quel est le nombre de réels? Il est rare, mais si on est plus petit, il est strict. Il est rare, il est jamais le nombre de réels. Donc, il existe un nombre, c'est B x, qui appartient à R. Mais quel que soit y, notre nombre appartient à R. Il existe le nombre là, mais il est plus petit, inférieur strictement, que toutes les réels. Les réels sont mis sur y, quel que soit. Quel nombre est-ce qu'on a de réel? Il y a un nombre de réels qui est plus petit que le nombre de réels. Quel nombre est-ce qu'on a, quel que soit. D'accord? Donc, cette phrase, là, je vais vous dire. Il existe un x appartient à R, بحيث كيف ما خدينا اي عدد حقيقي اخر ديما راه هذا العدد تيبقى صغر من هذوك من هذاك العدد الحقيقي كيف ما بغى يكون. دونك انا طرشم تحت بي 4 بهذا الشكل هذا. دكور تري بيان. maintenant je passe une remarque très importante. هاد الرمارك الله يرضي عليكم تردوا ليها البال مزيان. هنا غادي نهضر على parfois vous trouvez des propositions, les films quantificateur existentiel et le quantificateur universel ou bien ou la laquelle باش نلخصوا الامور كاين دي بروبوزيسيون اللي تلقاو فيهم دو كوانتيفيكاتور اما تلقى فيهم
des quantificateurs de même nature, existe, ou bien, donc, ou là, quel que soit, ou là, tu as des quantificateurs qui ne sont pas identiques. Il y a une phrase faire le quantificateur existentiel ou le quantificateur universel. Le cas de P4, faire la proposition, faire deux quantificateurs, mais c'est identique. Qui est existentiel ou voilà, universel. C'est le film. Voilà. Je voudrais que nous voulions faire une remarque. Alors, peut-être qu'on a par exemple, ou à la propriété. Faire deux quantificateurs. Maintenant, il existe x appartient à r, quel que soit y appartient à r. Donc, existe, pardon. Il existe x appartient à r, il existe y appartient à r, tel que par exemple x plus y égale 0. Je nous indique, on dit une proposition. Fait deux quantificateurs, existe. Même nature. D'accord? Là, il a rien de tertiaire. Il a dit que le قاعدة غادي نقول لكم عقلوا لها انه لا غير الترتيب ديال هاد لي دو لا فالور دو فيريتي ديال هادي كامله ما تتبدلش يعني الا كانت هادي فري حتى الا بدلنا الترتيب ديال جوج تبقى فري وهاد القاعده تبقى صحيحه حتى بالنسبه للكونتيفيكاتور الاخر يعني الا كانت هنا كيلكو سوا وهنا كيلكو سوا الا غيرنا الترتيب ديال هاد لي كونتيفيكاتور طبعا الحال الكونتيفيكاتور تبدلو يعني كتبدلو مع هذاك الشيء اللي مرتبط به يعني بحال مثلا انا بغيت نغير الترتيب ديال هاد لي كونتيفيكاتور تناخذ هادي كامله نجيبها هنا وهادي كامله نجيبها هنا دونك كيف ما قلنا ما تيوقعش شي تغيير هادو الا كانوا عندنا لي كونتيفيكاتور عند ميم ناتور يعني بحال بحال اما الا كان عندنا دو كونتيفيكاتور مختلفين بحال مثلا هاد ليكزومبل هاد عندي هنا اي ليكزيست وهنا عندي كيلكو سوا دو كونتيفيكاتور مختلفين الا خدينا هذه كامله جبنا هنا وهذه جبنا هنا لا فالور دو فيريتي تتبدل يعني الا كانت باغ اكزومبل مثلا هنا بي 4 صحيحه الا غيرنا الترتيب ديال هاد جوج تتولي خاطئه هاد البروبوزيسيون هادي قاعده مهمه نعقل عليها تتعلق بالترتيب ديال لي كونتيفيكاتور الا عندهم ميم ناتور l'ordre n'est pas important ma tihemch ولكن الا ما كانش عندهم ميم ناتور l'ordre il est très important et il a بدلتي راه تتبدل حتى لا فالور دو فيريتي اللي كانوا عندنا لي كونتيفيكاتور مختلفين واحد المعلومه اخرى اضافيه هنا شوني درت الاقواس هنا وهنا راه حتى في بحال مثلا في هذا المثال اللي عندي هنا الا بغيت ندير هنا لي بارونت حتى ما كاينش مشكل دونك الاقواس ما عندهمش تاثير هنا داكوغ غير باش نفرقوا بين هاد الكونتيفيكاتور هذا بارفوا تنديروا دي بارونتيز كوم سا تري بيان انا نعطي واحد الفخاز نبغيكم تعقلوا لها غير باش توضح لكم علاش تيكون عندنا ملي تيكون عندنا دو كونتيفيكاتور مختلفين علاش تتبدل لا فالور دو فيريتي الا غيرنا الترتيب هاد الفخاز شنو هي وعقلوا لها مزيان الله يرضي عليكم تنقول بور تو بيرسون بيان بور توت بيرسون il existe un numéro de téléphone, yak. Très bien. Adna quel que soit, ou adna l'existence. Agen rayer le tertib, chouchno adéoka. Il existe un numéro de téléphone, pardon. Pour toutes personnes. Je vais dire une phrase, la langue pour toute personne, il existe un numéro de téléphone. C'est-à-dire, je vais faire un pour toute personne. Mais c'est pas là, qui a un numéro de téléphone. On va dire la vraie. Proposition vraie, phrase vraie, correcte.
اما الى قلبت غيرت الترتيب ديال il existe pour tout chose noir il existe un numéro de téléphone pour toute personne واش هادي صحيحه هادي واش كاين شي نمره ديال جميع خاصه ديال جميع اشخاص واش كاين شي نمره اللي خاصه بواحد مجموعه ديال الاشخاص نمره وحده ديال مجموعه ديال الاشخاص ما كايناش هاد القضيه دي. كل شخص عنده نمره ولكن ما كايناش نمره مجموعه ديال الاشخاص دونك بالنسبه لهاد الفراز الثانيه اللي فوق لوجيكمون اللي فوق كايناش شي نمره في الواقع ما كايناش شي نمره ديال مجموعه ديال الاشخاص دكور دونك انا غير باش نوضح لكم هنا فوالا انه ملي تيكون عندي دو كونتيفيكاتور مختلفين راه تيتبدل الترتيب تري بيان maintenant je passe شحال وصلنا هنايا فوالا وصلنا كاتريام شوز فوالا هنا غادي نهضر على لا نيغاسيون لا نيغاسيون بالعربيه تنسموها نفي La négation, ça va être d'une proposition. D'une proposition. Très bien. Alors, on va donner la définition. Définition de la négation. La négation d'une proposition. La négation d'une proposition. C'est mis à P. Et la proposition pardon et la proposition notée il mettront le P bar comme ça ou bien comme ça ça me parle de Ramzada non P il met P bar ou bien non P d'accord tel que les valeurs de vérité de P et P bar sont opposés tels que les valeurs de vérité de P et P bar alors, sont opposés. Je vous dis une aide. Et nous, il y a quand P vrai, P bar a dit qu'on fausse. Il y a quand P fausse. بار غادي تكون فري دونك ديما عندهم لي فالو دو فيريتي ديالهم ديما تيكونوا مختلفين داكوغ تخي بيان نعطي طابلو دو فيريتي بالنسبه ل طابل دو فيريتي طابل دو بي بار دونك كيفاش غادي ندير طابل دو فيريتي ديال بي بار لان قبيله غادي نعتمدو على الطابلو اللي فيه 1 و 0 داكوغ فوالا غادي ندير هنا بي وهنا غادي ندير بي بار دونك باش نعرف طابل دو فيريتي ديال بي بار خصني نكون عارف طابل دو فيريتي ديال بي تخي بيان إلا كانت بي دونك لي بوسيبيليتي بالنسبة لي فالور دو فيريتي ديال بي إما فغي ولا فوس ياك تخي بيان كيفاش غادي نكمل هاد الخانات إلا عرفت بي فغي و بار ديفينيسيون قلنا لي فالور ديالهم غادي يكونوا اوبوزي ياك الا كانت بي فري بي بار كي غادي تكون غادي تكون فوس كنديرو زيرو و الا كانت بي زيرو يا سافو دير فوس كتكون بي بار غتكون فري غندير ان هذا هو الطابل دو فيريتي بالنسبه لبي بار تخي فاسيل في حتى شي مشكل داكوغ ترجمت غير هذاك الشيء اللي كاين في لا ديفينيسيون في هاد الطابلو هذا تخي بيان ماتنو غادي نعطي غير واحد بتيت غومارك كونسيرنون بي بار بار بي بار بار ديما شنو تتساوي راه هي بي داكوغ دونك الى خديت بي بار ودرت عليها واحد البار زدت واحد البار اخر هيا نزيدوها كاع هنايا الى زدت هنا نفترضوا زدت هنا بار بار الى كانت بي بار اعتبرها دي بحال شي بروبوزيسيون داكوغ الى كانت فوس
زدنا واحد بار اخر شنو هذا تاني قلت له هنا فري هنا هذا فوس دونك الشمال اللي فالور هنا يولي بحال هنايا دو فاسون جينيرال اللي نتوما اسونسيال تعقلوا ليه حي نضرب على هادشي اللي خاصكم تعقلوا ليه انه توجور بي بار بار راهي بي غادي نعطي دابا دي زيكزومبل على لا نيغاسيون ديال لي كيكو سامبل اللي هما امبورطون غادي تلقاهم في لي زيكزيرسيس داكوغ بحال هاد لي سامبل عندنا سامبول نيغاسيون عندنا كيلك سوا لا نيغاسيون ديال شنايا هي اللي اكزيست ولا نيغاسيون ديال il existe راه هي كيلكو سوا كاف لا نيغاسيون ديال هادي ها هي نجي نكتبها لا نيغاسيون ديال il existe راه هي كيلكو سوا داكوغ لا نيغاسيون ديال ايكال راه هي ديفيرون ولا نيغاسيون ديال ديفيرون راه هي ايكال داكوغ لا نيغاسيون ديال سوبيريور ستريكتومون هنا خسروا البال راه هي انفيريور بيسكو هنا ستريكت هنا تتولي ايغال هادي تنسميها انيغاليتي ستريكت وهادي انيغاليتي لارج ديما لي نيغاسيون ديال واحد لي انيغاليتي لي ستريكت كتعطينا انيغاليتي لارج و لي نيغاسيون ديال واحد لي انيغاليتي لارج تعطينا لي انيغاليتي ستريكت نحفظهم شوف نيغاسيون ديال سوبر ستريكتومون راه هي انفيريو ايغال تتزاد ايغال ولا نيغاسيون ديال هادي راه هي هادي ثم لا نيغاسيون ديال انفيريو ستريكتومون شنو غادي تكون هادي انيغاليتي غتولي سوبيريو ياك هادي انيغاليتي ستريكت غنحصل على انيغاليتي لارج لارج ضروري نزيد هاد ايغال لا نيغاسيون عاوتاني ديال هادي راه هي هادي هادو امور نعقل عليهم كاين عاوتاني دوطخ حويجات أخرين تهم خصنا نعقلو ليه بحال مثلا من تيقول ليا دو دغوات باراليل لا نيغاسيون ديالهم دو دغوات سيكونت ملي تيقول لي مثلا دي بوان أليني لا نيغاسيون ديالها دي بوان نو أليني أو بيان سا ديبون لي بوان فوالا دي بوان نو أليني داكوغ فوالا دونك هادو حويجات خصني نعقل عليهم مزيان مي هنا غادي نهضر على واحد الغومارك لي هي امبورطون نعقلو ليها الله يرضي عليكم انا ملي تنقول ليك لا نيغاسيون ديال كيلكو سوا اكس ابارتيان ار لا نيغاسيون ديال هادي شناهي كنرمز دابا هادي تتعني ما كندير بار فوق لا نيغاسيون ديال هادشي كامل لا نيغاسيون ديال هادي كاين اللي تيمشي يدير ديال لا نيغاسيون ديال هاد لو سامبول il existe و لا نيغاسيون ديال ابارتيان نزيدها هنا ما هضرتش عليها هيا نزيدها هنا لا نيغاسيون ديال ابارتيان راه هي نابارتيان با والعكس صحيح لا نيغاسيون ديال نابارتيان با راه هي ابارتيان دونك شنو تيدير تيمي كيمشي يدير لا نيغاسيون ديال هادي ولا نيغاسيون ديال هاد لابارتونس مي او كونترير ملي تيكون الكونتيفيكاتور حتى حدا هاد الرمزة ديال لابارتونونس ديما كنمشي ندير غير لا نيغاسيون ديال هاد الكونتيفيكاتور هادشي الاخر ما تنقربش ليه يعني هنا شنو خصني نكتب il existe x appartient r فوقاش هاد لابارتونونس ندير لا نيغاسيون ملي ما تكون ما تيكونش حدا الكونتيفيكاتور داكوغ دو ميم فاصون الا كانت عندي مثلا il existe a supérieur égal à 2 هنا لا نيغاسيون ديال هادي شناهي هنا شنو عندنا هاد لينيغاليتي هاد الرمز هاد السامبول ديال اكبر حدا هاد الكونتيفيكاتور دونك كاين اللي غادي يمشي يدير نيغاسيون ديال هادي ولا نيغاسيون ديال هادي حنا عارفين لا نيغاسيون ديال هادي راه هي هادي انت ملي يكون حداك هاد الرمز هذا ديال الكومباريزون
ملي تيكون حدا كونتيفيكاتور كنمشي ندير لا نيغاسيون غير ديال الكونتيفيكاتور، هادشي ما تنقربش ليه. يعني هنا شنو ندير؟ كيف كو سوا ا سوبيريور ايغال ا 2 داكور. دونك ان شاء الله ذلكم نبغيكم تعقلوا عليه. تري بيان. فوالا ميتنون شنو غادي ندير؟ نقدروا نعطي مثلا واحد ليكزومبل. فوالا نعطو اكزومبل. فوالا عندي مثلا بي كيل كو سوا اكس ابارتيان ار ايل اكزيس ايغريك ابارتيان ار اكس بلس ايغريك اي انفيريور ايغال ا 3. الى بغيت ندير لا نيغاسيون هنايا لا نيغاسيون رمز لها بي بار ou bien non, perdre le rang de l'idée. D'accord? Donc, j'ai la négation de la chicane. Comme je l'ai dit, on a l'appartenance de quel que soit x appartient chez intervalle, comme je l'ai dit, la négation de la dit. Donc, la négation de la dit, on a l'appartenance de il existe. Donc, il existe x appartient à r. Je l'ai obtenu la dit. On a obtenu qu'il y a un adit qui termine l'ouahad l'intervalle. هاد لابارتونونس ما تنقربوش ليه، تنمشي غير لهاد هاد الرمز ديال الكونتيفيكاتور هو اللي تندير ليه لا نيغاسيون كيل كو سوا ايغريك ابارتيان ار. نجي لهاد لينيغاليتي هادي، هاد الرمز هادا خصني ندير ليه لا نيغاسيون اكس بلس ايغريك تتبقى انفيريور ايكال. هادي انيغاليتي لارج غترجع ستريكت، كنبدلو الرمز جهة لاخرى تيبقى ستريكت صافي راح نسالي. Donc c'est très facile. Un exemple par exemple Q voilà quel que soit x appartient à R, x au carré différent moins 1. Donc la négation de la dit il existe واحد x appartient à R tel que la négation de R est x au carré égal à 1 moins 1. D'accord? Alors, ma drèche, je n'ai pas étudié la proposition ou la fausse. Attends, une proposition qui doit être vraie ou la fausse, ou peut-être à la négation de R. Donc, ma drèche, je suis la négation. D'accord? Ma drèche, je suis bien. Très bien. غادي نهضر واحد على واحد الحاجه اللي هي مهمه هنا فيما يخص هاد لا نيغاسيون. كاين واحد التكنيك تنستعملوها عندها علاقه بلا نيغاسيون ملي تنبغيو نبينو باغ اكزومبل. هاي نجي نكتب هنايا التكنيك ملي تنبغي نبين بو مونتخي مثلا qu'une proposition fausse, il suffit quoi? Il suffit de montrer que sa négation est vraie. Technique à la limzien, un engine c'est pas comme rappelez-le. Pour montrer qu'une proposition est fausse, il suffit bien, on peut montrer que sa négation est vraie. Il suffit de montrer que sa négation est vraie. Bon, on a avec la technique, on s'est mis au had raisonnement, il y a très connu fait de ça. Il y a le raisonnement par un contre-exemple. هادي كتخلينا في واحد لوكا بطبيعة الحال كنستعملو واحد الغيزومون باغ كونتخ اكزومبل لي كنستعملو فيها لا نيغاسيون. ولكن فوقاش تنستعمل لا نيغاسيون بالنسبة لهاد الغيزومون ملي تتكون عندي واحد البروبريتي ولا واحد البروبوزيسيون
مثلا كيل كو سوا اكس ابارتيان ار عندي واحد العلاقه هنا نسميها باغ اكزومبل بويسكو عندنا هاد فاريابل نسميها بي دو اكس واحد العلاقه كيف ما بغيت تقول. انا قال لي بين ان هاد البروبوزيسيون بين ان فوس. عندي هنا شوف عندي هنا كيل كو سوا ما عنديش هي اكزيست عندي كيل كو سوا وهنا عندي واحد البروبريتي تقدر تكون متساويه تقدر تكون انيغاتيف تقدر تكون فخاز. المهم عطوني هنا كيل كو سوا اكس ابارتيان ار تيل كو تيل كو واحد البروبريتي. اذا ملي تكون عندي هاد كيل كو سوا كنركز مزيان على هاد كيل كو سوا وبغى وقال لي مثلا بين ان هادي فوس. اذا طلب مني نبين ان هادي فوس هاد البروبوزيسيون شنو خصني ندير؟ كنمشي ندير لا نيغاسيون ديال هادشي كامل. شنو هي لا نيغاسيون ديال هادشي؟ غتولي اي ليكزيس ان اكس ابارتيان ار تيل كو نون بي. في هاد الحالة هادي ملي تنمشي ندير لا نيغاسيون خصني كيفاش نبينها؟ خصني نبينها فغي. دونك ملي نبينها فغي تنستنتج ان هاد البروبوزيسيون راه فوس. هاد الطريقة هادي في هاد الحالة هادي شنو تنسميها؟ تنسميها غيزونمون باغ كونتخيزون. غيزونمون باغ كونتخيزون. دونك شيغ زيني باش تفهمو معايا مزيان انا نعطي واحد ليكزومبل اكزيرسيس سو فورم دان اكزيرسيس داكوغ. هاي اكزيرسيس نسميه اكزيرسيس دو باغ اكزومبل quel que soit x appartient à l'intervalle 0, 1 x au carré supérieur ou égal à x. Montrez que q est fausse. Donc je vous ai dit la réponse, solution. سوليسيون لار ديالي كنشوف راه تخي فاسيل راه خاصني نرد البال. كنمشي ندير كيو بار كاب انا هاد لا فورم هو لا فورم اللي هضرت عليه قبيله تنستعملو فيه الريزونمون با غير تشوف كيل كو سوا واحد اكس كاين في واحد لانتيرفال وعطيك واحد البروبريتي وقالك بين ان هاد البروبوزيسيون فوس ديريكت غادي تفكر في ريزونمون باغ ان كونتر اكزومبل. ريزونمون باغ ان كونتر اكزومبل فين ما تلقاش سؤال بين ان واحد بروبريتي راه فوس وفي هاد كيل كو سوا عارف غادي تستعمل هاد ريزونمون. دونك ملي تنبغي نجاوب شنو تندير؟ كنمشي ديريكتمون ندير لا نيغاسيون ديال هاد البروبوزيسيون. شنو هي لا نيغاسيون ديالها؟ إل إكزيست واحد إكس أبارتي أن أنترفال زيرو أن ندير لا نيغاسيون ديال دي اكس او كاري اللي انفيريور ستريكتومون اكس. ومن بعد شنو تندير؟ كنحاول نبين ان هاد لا نيغاسيون هاد بروبوزيسيون اللي هي نيغاسيون ديال اكس نبينها جوست انا فري. دونك في هاد الحاله هنا في هاد ليكزيستونس كنبدا نقلب على شي عدد اللي كاين في هاد لانترفال وتحقق ليا هادي. الا لقيت شي عدد تحقق ليا صافي ندير ان كوبار راه فري اي بار كونكلوزيون كو راه فوس. دونك ملي تنهضر على الانترفال الانترفال فيه بزاف الاعداد دونك حنا خصنا نكونو ذكيين في لابلي بار دي طون شنو تيعطيكم؟ تيعطيكم الانترفال زير واحد في الغالب يعني مجموعة اللي تعمل زير واحد او لا تيعطيك مثلا واحد جوج. نتوما افضل حاجه ديروا الله يرضي عليكم ديما جرب عدد اللي كاين في الجناب شوف شنو الامور شنو غادير زير واحد جربهم بعدا هما الاول. الا ما عطوك والو هلا ديك الساعة سير جرب شي عدد كاين لداخل. مثلا جربت اكس هنا زيرو سيتنا هي صفر هنا صفر صفر واش صغار قطعة من صفر دون سي فو. إلا كانت هادي فوس حنا خصنا نبينو أن هادي راه فغي خصنا نلقى شي عدد اللي فعلا تيحقق ليا هادي. إلا جربنا واحد واحد على بويسونس دو دونك أن وهنا أن أن دونك سي فو. دونك زيرو واحد معطونيش بين زيرو واحد كاين بزاف تاع عدد سيرتو لي فهم فاصل كاينين على الجد كاين اعداد كثيرة. حنا من الاحسن نسير شي عدد اللي كاين في الوسط مثلا في لابليبار ديال لي زيكزيرسيس اللي تيتعطو حتى في لي كونترو تيعطيكم لانترفال زير واحد. دونك من الاحسن شنو دير؟ سير خود بين زير واحد كاين لو نومبر ان سور دو ان سور دو راه هي صفر فاصلة خمسة. ديما جرب ان سور دو هي الاولى
لي نومبر اللي تنجرو بزاف 1 سور 2 1 سور 4 حتى هي مشهورة تنستعملها بزاف ديما جرب هاد جوج سورتو عطاكم هاد الانترفال في الغالب تيعطو هاد الانترفال هذا يعني حتى لا عطوني شي انترفال اخر نمشي ديما نجرب لو سونتر ديال هذاك الانترفال لو سونتر راه ساهل باش تلقاه خد غير هاد العدد زايدات وقسم على جوج 0 زائد 1 شحال 1 1 على جوج عطاك مثلا 3 4 سير جرب 3 زائد 4 على جوج 3 زائد 4 شحال 7 على جوج جرب الكسر فراكسيون 7 سور 2 او لي باش تخدم بان نومبر ديسيمال سي ميو خدم بان نومبر لي هو سو فورم دون فراكسيون دونك هنايا غادي نجي انطونتي انا ما عرفتش واش يخرج لي داكشي انطونتي اكس نمشي نحسب هادي ونحسب هادي داكوغ بو اكس اون اكس او كاري شنو تساوي واحد على جوج او كاري شنو تساوي واحد على ربعة ياك اي ان سور كاتر نجي نعوض اكس او كاري بواحد على ربعة وهاد اكس نعوضها بواحد على جوج شو اللي عندي هو واحد على ربعة صغر من واحد على جوج فعلا واحد على ربعة صغر من واحد على جوج واحد على ربعة هي 0.25 واحد على جوج هي 0.5 أولا سيدي توحيد المقام هنا رجعنا ربعة نضرب هنا في جوج فوق جوج تولي جوج على ربعة ولا عندي نفس المقام دونك جوج كبر من واحد دونك هادي راه جوست دونك شنو غادي نكتب هنايا فغي سافدير هاد لو نومبر 1 سور 2 إل فيريفي دونك هاد ليكواسيون دو Cuba, madame, est vrai. Et par conséquence, alors, bien donc, Cuba est fausse. C'est un coup, je vous mets à l'essouad, pas ça. D'accord? Très bien. Donc, Alina, juste pour que j'ai traité ma drôle, on a eu connu celle-là la partie indialogique. شنو هما الحويجات اللي غنهضروا عليهم هي لا كونجونكسيون اي لا ديسجونكسيون لا كونجونكسيون اي لا ديسجونكسيون ديسجونكسيون العطف وفصل شو تقصد بطبيعة الحال دو دو بروبوزيسيون دو دو proposition باختصار باش ما نضيعش الوقت داكوغ لان شويه طولني في هذا الفيديو الكونجونكسيون اختار مثلا دو بروبوزيسيون اختار مثلا بروبوزيسيون بي اي كي اللي تنهضر على الكونجونكسيون تنقصد بها بي اي كي العطف و بي و و كي وهاد الكتابه هادي تقدروا تلقوها مكتوبه ايضا على هذا الشكل بي في مقلوبه أفي مقلوبة صافي بي إي كي الكونجونكسيون دو بي إي إي كي هاد الكتابة راه هي هادي داكوغ إلا لقيت في مقلوبة على هاد الشكل عرف راه تنهضرو على بي إي إي كي هادي الكونجونكسيون ديال لي بروبوزيسيون بي إي كي لا ديسجونكسيون العكس لا ديسجونكسيون كنستعملو فيها أو اللي هي بالعربية أو بي أو كي وممكن او ليو تلقاو او كتلقاو بي في كي تلقاو بيناتهم واحد في واحد الرمز على شكل في دونك هنا تنقصد هنايا هاد الكتابة هادي راه هي هادي بي او كي هاد الكونجونكسيون ديال دو بروبوزيسيون هنا عندنا الكونجونكسيون ديال دو بروبوزيسيون هادي كلها كنعتبرها بروبوزيسيون وهذه ايضا كلها كنعتبرها بروبوزيسيون غير هاد البروبوزيسيون باش تتميز ندير لها طابلو دو فيريتي باش نعرفها كي دايره نعرفو لي فالور دو فيريتي ديال هادو لي فالور دو فيريتي ديال هاد بار ديفينيسيون هاد البروبوزيسيون هادي تتكون صحيحه في حاله واحده الا كانوا هادو بجوج فري الا كانت هادي فري وهادي فري هاد البروبوزيسيون كلها كنسميها فري اما الا كانت في وحده فيهم على الاقل فوس بروبوزيسيون كامله راه فوس صافي حنا نديرو طابلو دو فيريتي ديالها بالنسبه للديسجونكسيون هادي تتكون خاطئه في حاله واحده ملي تتكون بي و كي بجوجهم فوس اما الحالات الاخرين كاملين تتكون فيهم صحيحه الا كانت
على الأقل واحدة فيهم صحيحة راه هذه كلها فري. إذا كانت بي فري وهذه فوس هذه راه فري، كانت هذه فري هذه فوس وهذه فري هذه راه كانوا بجوج فري هذه راه فري. فوقاش تكون فوس غير انت يكون بجوج فوس. نديرو طابلو دو فيريتي عندنا عندنا بي و كي ملي تيكون عندنا دو بروبوزيسيون تنديرو ربعة ديال ليا واحد جوج ثلاثة أربعة. نمشيو عاوتاني دير سيزونكسيون P, A, Q, P, O, O, Q. Très bien. Donc, ملي تيكون عندنا deux جوج ديال proposition, نكتبو كاع الحالات هنايا. Un, vrai, vrai, faux, faux. Un, zéro, un, zéro. Donc, تعاود ديما دير واحد واحد زيرو زيرو. وهنا دير واحد زيرو واحد زيرو. علاش؟ هنا تنكونوا ضمننا جميع الحالات بالنسبه للفالور دو فيرتي ديال بي، اما بجوج يكونوا صحاح او لا هذه فري ولا اخرى فوس او لا هذه فوس ولا اخرى فري او لا بجوج فوس. هذو هما الحالات اللي كاينين دو بروبوزيسيون، اما يكون بجوج فري ولا بجوج فوس ولا وحده فيهم فوس. تقدر هذه تكون فوس ولا اخرى فري ولا اخرى فوس ولا فري. فانا بهذه الطريقه متى دير واحد واحد زيرو زيرو هنا واحد زيرو واحد زيرو تيسعى ليك راك ضمنتي جميع الحالات كاين هنا. هادي باغ ديفينيسيون قلنا فوقاش تكون صحيحة ملي تيكون هادو بجوج صحاح هي هاد الحالات. إذا أنا ندير أن، أما الحالات الأخرين تكون فوس. علاش؟ لأنه هنايا كاينة كو فوس، هنا بي فوس، وهنايا هادو بجوج فوس. حالة وحدة اللي تتكون فيها دي فغي هي ملي يكونو بجوجهم فغي. تخي بيان. بالنسبة لبي أو كو نفس الشيء، هنا عندنا دو بخوا ندير واحد واحد زيرو زيرو، ومن بعد واحد زيرو واحد زيرو. عقل لا سهل ملي تيكون عندنا دو بروبوزيسيون. هذه الطريقه اللي تنديرو هنا باش نضمنو كاع الحالات. بي او كي هذه باغ ديفينيسيون تتكون خاطئه في حاله وحده، الا كانوا بجوجهم خاطئين. انا هذه الحاله بجوجهم فاس، اما الحالات الاخرين كلهم راه تكون فاي. انا نعطيك دي زيكزومبل، مثلا نعطيك هاد بروبوزيسيون بي ولا واحد بروبوزيسيون نسميها انا ار. شنو فيها؟ فيها 2 سوبيريور على 5 و 3 بلس 1 ايكالا 4. دونك هنا شنو عندنا؟ عندنا ديسجونكسيون. هادي بروبوزيسيون مكتوبة على هاد الشكل هذا، مكتوبة على هاد الشكل هذا بي او كي. هاد البروبوزيسيون اللي هي ار فيها 2 بروبوزيسيون، فيها هادي وفيها هادي. بالنسبة لهاد البروبوزيسيون كي دايره؟ إلي فوس، جوج ماشي كبار من 5. هادي فوس وهادي كي دايره؟ هادي جوست فغي. حنا قلنا بالنسبه للديسجونكسيون باغ ديفينيسيون هادي تتكون فوس في حاله وحده اذا كانوا بجوج فوس. اذا ما كانوش بجوج فوس راه تتكون فغي. هنا هادي فوس وهادي فغي، دونك ار كي دايره؟ ار راه فغي، ار فغي باغ ديفينيسيون. داكوغ؟ كون كانوا بجوجهم فوس هذيك الساعة نقول ار فوس. سي بون. نفس الشيء نقدر نعطي مثلا غروند دي واحد البروبوزيسيون نسميها غروند دي، نعطي مثلا غاسين 9 ايكال 3 اي فوالا 2 او كاري ايكال 4. دونك عندنا هادي راه فغي، عندنا هادي راه فغي، اي باغ ديفينيسيون ملي تتكون عندنا الكونجونكسيون اي، إذا كانت هادي فغي وهادي فغي، هاد بروبوزيسيون كلها راه تتكون فغي، يعني باغ ديفينيسيون هادي، بي كي ملي تيكون هادو بجوج صحاح، بي كي تاهي تتكون صحيحة، دونك هنا دي اي فغي، و تنكونو جاوبنا على فارا نكونو انتهينا من هاد البارتي الأولى، اللي هي البارتي ديال لا لوجيك. دونك في لا سيونس لي جاية إن شاء الله غادي تبقى عندنا سومون، إما غادي نجمع ندير
دوزيام بارتي ورا نقدروا الى ما الى بان لي الفيديو غادي طوال نقدروا نزيدوا دو بارتي ونكونوا سالينا هاد الكور اي ابخي نبداو نخدموا بزاف في لي فيديو نخدموا لي زيكزيرسيس باش تشدوا هاد الدرس مزيان. شاز إليف جو فو دون رونديفو لا بروشين فوا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.